ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا ابو في افضل حال. وانتوا بتتفرجوا على الفيديو النهارده، فيديو النهارده سألت عنه كتير كتير جدا جدا، هو السن بلوك الجديد اللي نزل من دراكون. ده شكله السن بلوك ده اخد شهره كبيره جدا 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 الفتره اللي فاتت على الفيسبوك، فحبيت اكلمكم عنه. انا جايباه من فتره طويله، كنت جايباه كمان من مشتريات العيد، يعني مستخدمه لفتره طويله. هو خلاص قرب يخلص، في حبه بس صغيرين لحد هنا، فهكلمكم ان شاء الله النهارده عنه، ايه مميزاته وايه عيوبه، هل هو حلو ولا لا. فتابعوا معايا الفيديو للاخر، بس ما تنسوش طبعا قبل ما نبدا الفيديو تنزلوا بسرعه تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس الصغير في اخر الفيديو عشان تشوفوا كل جديد بنزله. ويلا بينا على الفيديو. اول حاجه السن بلوك ده نزلته تراكم من فتره، يعني مبقالوش حوالي 4 شهور، وبما اني انا بحب منتجات دراكون وجربت لكم منها حاجات كتيره جدا، هسيب لكم الفيديوهات تحت في صندوق التعليقات عشان لو حابين تشوفوها. كمان جربت منهم اللوش سكرين لوشن، هسيبه لكم برده تحت في التعليقات عشان مش حابه برده ارغي كتير عن النهارده. انا قايله لكم في رايي كامل، وفي بنات كتير لحد دلوقتي لسه بتتفرج على الفيديو وبتسالني عليه، فهسيبه لكم برده تحت في التعليقات عشان لو حابين تتفرجوا عليه. النهارده بقى هقول لكم على احدث حاجه نزلتها شركه دراكون، هو السن سكرين جل كريم. ده احدث حاجه نزلتها شركه دراكون. طبعا في فرق شاسع ما بينه وما بين السن سكرين لوشن. كان حجمه حوالي 200 ملي، ده حجمه 50 ملي، حجمه صغير جدا، ففي فرق واضح جدا ما بينه وما بين اللوشن. السن سكرين ده سان سكرين جل كريم، هو مش جل، هو جل كريم. مكتوب عليه ان هو بيحمي من اليو في اي واليو في بي. هوريكم كمان قوامه، ده شكل القوام، هو اخف من اللوشن، هو جل كريم بس جل كريم خفيف. بصوا بعكس اللوشن، اللوشن قوامه لوشن تقيل شويه، هو بيمتص بسرعه اللوشن، بس زي ما قلت لكم عيوبه هسيبها لكم تحت برده تبقوا شوفوه، لكن الكريم بيمتص اسرع. بصوا ده شكل الكريم، بصوا بنات ده شكل الكريم على الايد بعد ما سبته، يارب يكون واضح. مفيش اي وايت كاستن، مفيش اي طبقة بيضة عامة، يعني مفيش اي حاجة سابها على الايد كطبقة بيضة. احسن حاجة فيه انا بحبه ان هو مش بيسيب اي طبقة بيضة على البشرة، بيتفرد بسهولة جدا، بتشرب برضو بسهولة جدا. طبعا كمان مش بيلزق، مفيش اي تلزيق على ايدي، كمان مش بيعرق ولا بيسيب اي طبقة بيضة زي ما انا قلت، فمن حاجات التحفة بجد، اللي هو ولا بيعرقك ولا بيسيب طبقة بيضة على بشرتك. اكتر حاجات انا حبيتها فيه كمان ان هو مقاوم للماء، يعني عادي تستخدميه وانتي رايحة البحر. الناس بتسألني على سان بلوك مقاوم للماء، هو مقاوم للماء فعلا، ممتاز جدا في الحماية. طب ايه كان رأيي فيه محمتي في الشمس؟ برضو كان حلو جدا، بيحمي الشمس حلو جدا. نزلت بيه امبارح، كنت بره لحد بعد الظهر والحمايته كانت ممتازه، وكمان ما قدرتش اجدده كمان وانا بره مره كمان لاني ما سمحليش الوقت ان انا اجدده، فكان حلو جدا ممتاز معايا لحد ما رجعت البيت، ما حصلليش اي تصبغات، ما حصلليش اي بقع في بشرتي، فكان من الحاجات الحلوه فعلا، حمايته ممتازه جدا. انا قلت لكم كده على كل مميزات السان سكرين، خليني بقى اقول لكم دلوقتي ايه عيوبه. اول عيب فيه وده واضح جدا اللي اخد باله وانا بفرد على ايدي، ان السان سكرين بيسيب طبقه شبه اقرب شويه من الطبقه الزيتيه، انت مش بتحسي ملمس الزيت على ايد، بس في طبقه زي ما تكون زيتيه شويه على ايدك، طبقه بتلمع لمعه قويه 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 على البشره، مش طبقه زيتيه، لا بتحسيها طبقه لمعه قويه على البشره. شفتي لما تكوني حاطه جلو، بس جلو قوي على البشره، على خدودك بقى وعلى منطقه الدزون، في جلو قوي على البشره، فدي اكتر حاجه انا ما حبيتهاش فيه الصراحه. كمان السان بلوك اول ما بتبداي تحطيه بيعكس درجه على بشرتك، ودي بسبب اللمعه القويه، بيخليه يعكس درجه على بشرتك. مش بقول ان هو بيعكس قوي، بس هو بيعكس درجه على البشره، عشان ابقى برده صادقه معاكم وبقول لكم على كل حاجه في السان سكرين. هو بيعكس درجه على البشره اول ما بتبداي تحطيه. طيب اتفادى ازاي العيوب بتاعته؟ زي اللمعه، وزي لو انا حابه اجيبه، وزي الاكسده اللي على البشره. اول حاجه اول ما تبداي تحطيه، لو مش هتقدري تحطي بمقدار الصبعين على بشرتك، فتحطيه احسن بالطريقه 3 صوابع، تحطي على كل صوبع حته
على 3 صوابع وتحطيهم على بشرتك وتستني دقيقتين لما تشربوا البشرة، وبعدين تبداي تحطي 3 صوابع تانيين. احسن طريقه الصراحه انا بستخدم فيها الصن بلوك، وبحس ان هو بيتفرد كويس جدا معايا كده على البشره. طب هتفادي ازاي العيوب بتاعته لو انا حابه اجيبه؟ هتفادي العيوب بتاعته اللمعه اللي هو هيسيبها لك على البشره، بلو ده لو انتي مش بتحبيه لانه هيبقى قوي قوي جدا، ثبتي بلوز باودر. كمان ما تحطيش قبل منه اي نوع من انواع المرطب، ممكن تحطي فيتامين سي، سيرم فيتامين سي، بس ما تحطيش اي مرطب، اكتفي بيه هو فقط لا غير. اللمعه دي زي ما انا قلت طبطبي عليه باي لوز باودر عندك، شفافه بقى او فيها لون اي نوع. اللمعه وقتها هتخف جدا معاكي وهتحسي ان بشرتك بقت اهدى وبقى شكلها احسن. طيب الغمقان درجه برضو لما تيجي تطبطبي عليها باللوز باودر هتحسي لما تطبطبي عليها باللوز باودر هتحسي ان الغمقان قل درجه وبقى شكلك احسن. طيب انا كان ايه رايي في السن سكرين عامه وبنصحكم بيه ولا لا بعد تجربتي معاه الفتره دي كلها؟ زي ما قلت هو قرب خلاص يخلص، ايه رايي فيه؟ انصحكم فيه فعلا ولا لا؟ انا شايفه ان السن سكرين ده ممتاز جدا يا بنات، حرفيا حلو جدا 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 لو هتغاضي على اللمعه بتاعته، وانا فعلا غضيت عن اللمعه بتاعته مع اني ما بحبش اللمعه القويه دي على بشرتي، بس زي ما قلت اللوز باودر بيحل لي المشكله جدا وبحطه عادي ما بيبقاش فيه اي مشاكل. فلو هنتغاضى عن المشكله دي ومفيش بنات عندها مشاكل في اللمعه هاتيه، هيبقى ممتاز جدا معاكي حرفيا. زي ما قلت برضو الغمقان سنه اللوز باودر بيعدله، فمبقاش في اي مشاكل معايا في بشرتي. احسن حاجه اللي انا حبيتها فيه ان هو زي ما قلت ما بيسيبش اي طبقه بيضه، فبالتالي ما بيضايقنيش. صن بلوك مش بيسيب اي تغيير بقى على البشره، مش بيسيب اي طبقه بيضه تخليها مغيره كده على بشرتك وبتديكي احساس مش كويس، لا بالعكس زي ما قلت هو بيتفرد بسهوله مش بيسيب اي طبقه بيضه. فانا شايفاه الصراحه ممتاز، حلو جدا، هيناسب البشرات الدهنيه والمختلطه، البشرات الجافه والبشرات المختلطه المال الجفاف. لو حابين هاتوا احسن اللوشن، لو حابين تجيبوا ده برضه هيبقى كويس جدا معاكم، بس انا شايفه اللوشن برضه هيبقى حلو وهيبقى حجمه كبير وهيبقى معاكم فتره كويسه. سان سكرين حجمه 50 مللي، لا 60 مللي، حجمه 60 مللي. سعره انا كنت جايباه في عرض ب 95 جنيه، لكن هو عامه بينزل دايما اتنين على بعض ب 190 او 220 في الحدود دي، وكمان بينزل معاه سان سكرين بالرول اون مزيل العرق، الاثنين برضو على بعض بيبقى عاملين 190. فانا شايفاه الصراحه ممتاز وسعره كمان حلو جدا مقارنه بالحاجات اللي غليت جدا الفتره دي. زي ما قلت انا جايباه لوحده، انا مش جايبه اتنين، ب 95. بس لو انت حابه حاجه تغيب معاكي فتره تستخدميها خلال 3 4 شهور ممكن تجيبي الاثنين على بعض، هيبقوا حلوين وهيبقى سعرهم مناسب ليكي. انا قلت لكم كده على كل حاجه خاصه بسان سكرين دراكون، قلت لكم مميزاته وعيوبه كان حلو معايا ولا لا. طبعا زي ما انا قلت في اول الفيديو لو حابين تشجعوني انزلوا بسرعه اعملوا لي لايك، وكمان تكتبوا تعليق حلو زيكم في التعليقات تشجيعا ليا عشان اقدر استمر معاكم لفتره طويله، وكمان تفعلوا زر الجرس الصغير في اخر الفيديو عشان تشوفوا كل جديد بنزله. وطبعا الناس اللي ما اشتركتش في القناه تنزل بسرعه تشترك، وتقولي ايه كان رايها في السان سكرين، جربت منه اللوشن ولا لا، وجربت السان سكرين ده ولا لا، وعجبكم ولا لا. طبعا انزلوا بسرعه اكتبوا لي تحت في التعليقات وقولوا لي ايه رايكم، ودمتم بخير.